السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم عند السؤال والهمهم الاجابة الصحيحة. اشرح صدورهم ويسر امورهم. اللهم اهد اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا، واشهد ان لا اله الا الله. الامر كله لله. اجتبت السماء على عهد سليمان بن داود واقصرت الارض، فخرج مع قومه ليصلوا صلاة الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نملة ملقاة على ظهرها تناجي ربها، فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول: اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالذنب، ولا يرفع الا بالتوبة، وهذا ارفع يدي اليك فارحمنا ولا تعذبنا بذنوب بني ادم. لا ينزل بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبه. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. هذه ايدينا مرفوعه اليك فارحمنا، ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني ادم. ولما سمع سليمان قولها قال لقومه: ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفض الله عنكم البلاء بدعاء نمله. الله الله، ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة، بدعاء نملة. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة إذا غفلت وابتليت، فيقول: داروا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب،
ان الله تعالى لما خلق الارض اخذت تهتز وتميد فارساها بالجبال. قالت الملائكة: يا ربنا اخلقت ما هو اشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الماء؟ قال: نعم، الرياح. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الرياح؟ قال: نعم، ابن ادم اذا تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. سيدي، هذا القاسي، هذا القاسي. يا رسول الله، يا رسول الله، انت الحبيب، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات. انت الشفيع، انت الشفيع الذي سعد الانام به، من سار في هديه نال كرامات. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت اللسان وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها؟ ماذا قالت عندما اذاعت بيان سليمان على ملئها؟ معاشر السادة الاعزاء، مع الدرس 19 والمئتين انتقل بحضراتكم الان على ريش من اجنحة الايمان وعلى اجنحة من ريش الاسلام. اطير بحضراتكم الان الى ملكة سبأ وقد قالت لقومها: يا ايها الملأ، اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت: يا ايها الملأ، افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. ما هذا؟ ولا بد لنا ان نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال: كيف يقول لها سليمان: لا تعلوا علي واتوني مسلمين، وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان امرا جازما قاطعا ان تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، فكيف تكرهها يا سليمان على ان تدخل الاسلام وتدخل الاسلام مع قومها؟ الجواب على هذا ان الاسلام ينشر نفسه بنفسه، فعندما رفع لواء الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر احدا على الدخول في الدين، لان اول من اسلم من الرجال كان هو ابو بكر، واول من اسلم من النساء كانت هي خديجة رضي الله عنها. ولذلك فان على هذا الكوكب الارضي رجلا وامرأة
على لسان جبريل على لسان سيدنا محمد. رجل واحد بلغه السلام من الله وامرأة واحدة بلغها السلام من الله. اما الرجل فهو ابو بكر الصديق. هبط الامين جبريل على الامين محمد وقال له يا رسول الله السلام يقرنك السلام ويقول لك بلغ ابو بكر من ربه السلام وقل له يا ابو بكر ربك يقرنك السلام ويقول لك هو راض عنك. فهل انت راض عن الله؟ الله الله يا بابا ربك يقرئك السلام. ربك يقرئك السلام. السلام من من؟ من الله. من الله لا من زعيم حزب ولا من رئيس دولة ولا من ملك. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فإننا نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة مالك يوم الدين، وهناك قراءة أخرى تقول مالك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله لأنه يملك ويحكم. يا أبا بكر ربك يقرئك السلام. السلام السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر. أول من آمن برسول الله من الرجال. اما خديجة فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الانبياء جبريل على رسول الله وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لما لها؟ ان الله لا يعامل الناس على حسب اموالهم، لحسبها ان الله هو الغني. اذا لماذا؟ لانها وقفت مع الرسول في اوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه، وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها حتى نزل عليه الامين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزاء عاطرة من الله. الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الامين جبريل للحبيب محمد كفى حزن، كفى حزنا يا رسول الله، فإن ربك يقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعد. فهل دخل أبو بكر الإسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟
هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت رقة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد. ان الذي نشر الاسلام هو المصحف في يد رسول الله. الاسلام انتشر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينشر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب البشر. السيف يحمي البناء من ذئاب المعاندين المكابرين. اما الاسلام فانه نشر بالحجة القاطعة والبراهين الصافعة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى. ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فلماذا قال سليمان لبلقيس: لا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ اعلموا اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاسلام اذا اراد ان ينشر مبادئه فانه لا بد ان يهيئ للمبادئ جوا صالحا. هذه الملكة التي تسمى بلقيس اجبرت قومها على الكفر بالله. سلبتهم الارادة، سلبتهم الارادة، ووقفت امام نور الله، وقفت امام نور الله حاجزة وحاجبة. وكيف كان ذلك؟ اقرأ قوله تعالى على لسان الهدهد: اني وجدت امرأة تملكهم. لم يقل تحكمهم، وانما قال تملكهم، كأنهم عبيد لها، لا ارادة لهم ولا اختيار ولا حرية. اني وجدت امرأة تملكهم. تملكهم ثم ماذا؟ لما قالت لهم افتوني في امري، لم تجد فيهم رجلا ذا رأي حصيف. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد. ولم يقولوا والامر الى الله، انما قالوا والامر اليك. ليست لهم ارادة وليست لهم حجة. فكما لا اكراه في الدين، كذلك لا اكراه على الكفر. كما لا اكراه في دخول الدين، فان الاسلام يأبى ان يقوم احد الطواغيت على وجه الارض باكراه الناس على الكفر. فاذا ما وقف طاغوت من طواغيت الارض يجبر الناس على الكفر، فان الاسلام لا بد ان يزيل هذا الطاغوت ليعرض مبادئ التوحيد على عباد الله، على عباد الله. ومن هنا اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان من بلاد اليمن الى بلاد الروم، لالتقي بصحابي من صحابة الحبيب المصطفى. تمكنت بشاشة الايمان من قلبه، فلما باشرت شغوف قلبه تمكنت من القلب كل تمكن، فجعلت من المستحيل ممكنا. الاسلام لا يجبر احدا على الدخول، وفي نفس الوقت لا يرضى لاحد على وجه الارض ايا كانت قوته ان يمنع الناس من قول لا اله الا الله. لا يرضى، لا يرضى ابدا ان يكون على وجه الارض قوة تمنع العباد من رؤية نور خالقهم جل في علاه. في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسلت القوات المسلحة لتضرب طاغوت الروم،
الذي هدد دولة الاسلام بالكفلة، هددها بان يخرجها من التوحيد الى التفليس. فماذا حدث؟ ذهبت القوات الى هناك ودارت المعارك واثر هرقل حاكم الروم وامبراطور الروم، اثر صحابيا من صحابة الحبيب المصطفى مع جماعة اخرين من المسلمين. ذلك الصحابي هو سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. اراد ان يجبره على الكفر. اسمعوا ماذا دار بين امبراطور الروم وبين عبد الله بن حذافة صحابي الحبيب. اسمعوا ثم بعد ذلك قارنوا بيننا وبين هؤلاء كيف كانوا ثم كيف اصبحنا. قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. قارنوا. اليوم نسمع سب دين الله صباحا ومساء وعلى جميع المستويات، بل وفي ميادين التدريب على السلاح يسب الدين ونحن نقوم بتدريب الجنود لدخول المعارك. يسب دين الله، وقد لا يقتصر الامر على سب دين الله، بل قد يسب الله ذاته. والله انها لاحدى الكبرى، انها لاحدى الكبرى. ويحضرني في هذا المشهد، جاءني طبيب يوم الاربعاء الماضي من منطقة شبرا الخيمة يوم الاربعاء في الساعة الرابعة والنصف. دخل علي طبيب واخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح، وقال لي: سمعت عن هذه المأساة؟ قلت: خيرا. فاخرج حذاء ثمنه 7 جريات وربع. ثم بعد ذلك قال للجالسين معي في غرفة المسجد: اقرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء. اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء الذي استوردناه من الخارج ولبسه اللابسون؟ توقعت ان يكون مكتوبا على نعل الحذاء ماركته، ولكن الناس عندما قرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء المستورد والذي يباع في محلات القاهرة، اذا بألسنتهم تقول: استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت: ماذا؟ ماذا كتب على نعل الحذاء الذي ندخل به دورات المياه؟ اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء بالجلد؟ كتب على نعل الحذاء الله. الله، نعل الحذاء يكتب عليه الله باللغة النسخ مرة، بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة. وقال لي الطبيب: احتفظ به عندك، احتفظ به عندك حتى تتثبت من كلامي. وكلما دخل مصل قلت له: اقرأ ماذا على هذا الحذاء، فتأخذه دهشة واستغراب. وبعد ذلك انني اقول هذا الكلام الى وزراء التجارة والتموين ان يراقب الله في البضائع المستوردة والتي تأتي من الكتل الشيوعية. واكبر ظني انه لا يجرؤ على هذا العمل لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، انما شيوعي لا يؤمن برافع السماء بلا عمل. اقول لوزراء التجارة في بلادنا، اقول للمسؤولين عن البضائع المستوردة: لقد بلغ من اخمالكم في دين الله
انكم اطعمتم المسلمين محلبات فيها لحم الخنزير. واكل الناس. وبعدما اكلوها وشبعوا منها وهضموها كتبتم في الصحف ان فيها لحم خنزير. وقال بعض المحققين ان ما فيها لا يصلح الا لاكل الكلاب كما نشرت مجلة المصور. ما في المعلبات من لحم خنزير وحرافيش ولشا لا يصلح الا لاكل الكلاب. اتقوا الله اتقوا الله ايها المسؤولون في دين الله. الحذاء يكتب عليه رمز الله رمز الله الذي تهتز له السماوات الغلا. يرحم الله مالك بن دينار كان يسير ذات يوم في احد شوارع البصرة فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه وهو يقول الله الله. فقال الامام مالك بن دينار لا يجمل بهذا الاسم الكريم ان يخرج من بين شفتين مخمورتين. فاحضر الماء وغسل الشفتين ثم دعا الله تعالى ان يهدي هذا المخمور. وذهب الامام مالك الى بيته لينام فلما نام سمع في المنام من يقول له يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ابن دينار طهرت فمه من اجلنا من اجل الله الله فطهرنا قلبه من اجلك. وذهب مالك ليصلي الفجر كعادته فوجد في هزيع الليل الاخير انسانا يرسل زفرات الندم يقول لربه والناس نيام وقد سكنت الاطيار في الاشجار وهجع الكون وخلى كل حبيب بحبيبه يقول يا رب انا واقف بين يديك فهل اهنئ نفسي بقبول التوبة ام اعزيها برفض التوبة اهنئ نفسي ام اعزيها. فلما سمعه مالك بن دينار قال من انت ارحمك الله. فرآه نفس الرجل الذي كان مخمورا وغسل الامام مالك فمه فساله الامام ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. انها لغة لا تلك القلوب. ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك السطح والغفران. ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك السطح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التكرم والتفضل والرضا. انت الاله انت الاله المنعم المنان. كيف كانوا وكيف اصبحنا؟ ماذا كانوا عليه وماذا صرنا اليه؟ الاسلام لا يكره احدا على الدخول ولكنه لا يرضى لاحد ان يكره الناس على الكفر. هذا هو عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل يقف امام هرقل في قصر الملك
واسمعوا الان ماذا دار بين الامبراطور الطاغية وبين الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. قال هرقل: يا عبد الله، تبصر واعطيك نصف ملكي. اسمعوا الى المساومات، اسمعوا الى المساومات. اراد هرقل ان يكرهه على الكفر، فماذا قال عبد الله؟ تنصر ولك نصف ملكي، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. فماذا قال له؟ يا معاشر السادة، ان في الناس ناسا لو عرضت عليهم سيجارة بعشرة مليمات على ان يكتب في اخيه المسلم تقريرا يخرب به بيته ما تردد لحظة في كتابة التقرير. سجارة. وقد يكتب فيه ما يدفع به الى حبل المشنقة بزجاجة من البيرة، ضمائر خربة وزمم عفنة وقلوب عشش فيها العنكبوت وباض فيها الشيطان وفرخ واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها. فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية؟ يا عبد الله بن حذافة، تنصر ولك نصف ملكي. قال عبد الله بن حذافة: يا هرقل، والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد. الدنيا لا نصف ملكي. ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه يفنى وهي ايضا الى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل، يا عبد الله، ان لم تتنصر فسوف اعذبك العذاب الشديد. قال عبد الله: افعل ما تشاء، فانما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، اما الروح فلا يملكها الا الله. امر هرقل ان يصلب عبد الله على الصليب وان يضرب بالسهام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الاليم. وصلب ورمي بالسهام، رمي بالسهام، وكلما اصابه سهم قال: لا اله الا الله. كلمة التوحيد. قال هرقل: انزلوا. فانزلوا، فغلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الاناء ان يحترق من شدة الغليان، وقال: يا عبد الله، الق بنفسك في هذا الماء، اما ان تتنصر واما ان تلقي بنفسك في هذا الماء. واذا بعبد الله يمشي الى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل: ابكيت يا عبد الله؟ فقال له: والله ما بكيت خوفا، فانا اعلم انني صائر الى الروح، ولكنني بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي مئة نفس تعذب في سبيل الله. ما بكيت خوفا، انما بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي مئة نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل: ارجعوا. فارجعوا، اراد ان يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة،
احضر له غانية من نساء الروم وقال ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه. ودخلت معه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، واخذت تغدو وتروح امامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل احضروها لاسمع منها ما حدث منه. فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له يا سيدي انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟ كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نقاوى. فماذا قال هرقل؟ قال ادخلوه في غرفة ولا تحضروا له طعاما الا الخمر ولحم الخنزير. حرب نفسية في غاية العمق. واحضروا له لحم الخنزير والخمر واغلقوا عليه وليس معه طعام سوى هما. لكن عبد الله ظل 3 ايام لا يأكل لحم خنزير ولا يشرب خمرا. وفتح الباب عليه فوجدوه يذكر الله ويصلي، والخمر كما هي ولحم الخنزير كما هو. فقالوا له يا عبد الله ماذا منعك من الشرب والاكل وانت مضطر لذلك والجوع يعبث بامعائك؟ فقال لهم خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله، خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. جاع جاع وفمه لم يشرب ولم يأكل حتى لا يشمت اعداء الله في دين الله. ولما يأس منه ورقله قال يا عبد الله تقبل رأسي واطلق صراحة. فقال عبد الله بل تطلق صراحة اخواني من قبلي. ولما ذهب ليضع فمه على رأس هرقل قال لرب العزة اللهم انك تعلم انه مشرك النجس ولكنني سأبصق على رأسه ولن اقبلها، فاذا سألتني عن ذلك يوم القيامة سأقول لك وعزتك وجلالك ما فعلت ذلك الا لأطلق صراح اخواني. وذهبها عبد الله ووضع فمه على رأس هرقل وبصق عليها دون ان يشعره. فاصدر هرقل قراره باطلاق صراحه وصراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة والتقوا بامير المؤمنين عمر وحكوا عليه ما جرى قام عمر فقال على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله وانا ابدأ بنفسي. وقام عمر بن الخطاب عملاق الاسلام فقبل رأس عبد الله بن حذافة اكراما لعزته ولدينه. هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا ماتوا، عاشوا اعزاء وماتوا شرفاء واعلنوها في سمع الزمان. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا
معاشر السادة، قالت: يا ايها الملأ افتوني في امري، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا: نحن اولو قوة واولو باس شديد، والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هكذا اراد سليمان ان يزيل هذا الكابوس الجاسم على قلوبهم، فقال لها باسلوبه الحاسم: الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ليس مع الطغاة مساومة، وليس مع الطغاة انصاف حلول، انما هو الحسم، انما هو الجزم. معاشر السادة، فماذا قالت عندما اشارت عليهم واشاروا عليها؟ هذا سؤال اجيب عنه اذا ما التقينا بمشيئة الله تعالى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. معاشر الاخوة الاعزاء، اوصيني واياكم بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضى، الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. معاشر المسلمين الاعزاء، اسألوا علماء الطبيعة هذا السؤال. ان من القواعد المقررة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فاسألوهم بعد ذلك: فماذا تقولون عن الماء؟ هل اذا تجمد الماء زادت كثافته؟ سيقولون لكم: ان الماء هو المادة التي خرقت هذه القاعدة. فالمادة اذا تجمدت زادت كثافتها، الا الماء فانه اذا تجمد خفت كثافته. خف وزنه. لماذا؟ انني ارد بهذه الحقائق على الذين ينكرون وجود خالق الكون. انني ارد من هذا المقام على الذين يرفعون رؤوسهم متبجحين بجحود الواحد. الماء اذا تجمد خفت كثافته، مع ان قواعد الطبيعة تصيح مولولة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ والجواب على هذا يثبت ان خالق الكون عالم مريد حكيم. بيان ذلك ان الماء في المناطق الباردة لو زادت كثافته عند الجمود فانه يغوص في قاع البحار والمحيطات فيكون طبقة من الجليد،
ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد هو الآخر، فتتحول كيعان البحار والمحيطات إلى جليد يقتل الأحياء المائية من النبات والأسماك، ولا يصلح بعد ذلك للملاحة. ولذلك فإن خالق الكون خص الماء بخاصية واحدة، أنه إذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟ لو زادت كثافته لغاص في القاع وكون طبقة جليدية. أما مولانا جلت حكمته وعظمت رافته جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد. يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء. فعندما يطفو على سطح الماء تغازله أشعة الشمس فتذيبه، يكون مباشرا لأشعة الشمس فيذوب. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه عندما يطفو على سطح الماء يكون طبقة عازلة تجعل الماء الذي تحته يحتفظ بدرجة حرارته وهي درجة 400، فيحفظ للأسماك حياتها ويحفظ للنبات حياته حتى لا يقتله البرد الشديد. من الذي صنع هذا؟ اسألوا الملاحدة واسألوا المتشككين. لو كانت الطبيعة تصنع فإن هناك قاعدتين لا يتخلفان، ما بالطبيعة لا يختلف وما بالطبيعة لا يتخلف. ما بالطبيعة لا يختلف بمعنى أنك إذا أدخلت مصنعا من مصانع المياه الغازية وجعلت الماء أصفر اللون فإنه لا تخرج زجاجة سوداء اللون، لأن المصنع لا يسير بإرادته هو، إنما يسير سيرا ميكانيكيا. فلو كانت الطبيعة هي التي تخلق فإن ما بالطبيعة لا يختلف ولا يتخلف. واسمع معي قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو كانت الطبيعة هي الخالقة لخلقت الناس إناثا فقط أو ذكورا فقط أو إناثا وذكورا لا غير، أو جعلت الناس كلهم في حال حكم. كل إنسان يباشر زوجته كان لابد أن تحمل وتضع، ولكن ربك ليثبت لك أنه المريد القدير قال: ويجعل من يشاء عقيما. ثم خبرونا ما هي الطبيعة؟ اسألوا الذين يتشدقون بهذه الكلمة. وقد بلغ من عجم القيم في مجتمعنا أن إحدى طالبات الجامعة القاهرة وقفت في ساحة الجامعة، فتاة وقفت في ساحة الجامعة، ولا أقول في حرم الجامعة، فكلمة الحرم إنما تطلق على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله، أما الجامعة فلا يقال عنها إنها حرم. وكيف تكون حرما وفيها الاختلاط على أشده؟ وكيف تكون حرما وتحت أشجارها رمي وقيس؟ وكيف تكون حرما وفي الكافتيريا رمي وجولييت؟ كيف تكون حرما وتحت أشجارها قيس وليلى؟ والله ما هي بحرم، إن الحرم هو بيت الله الحرام ومدينة حبيب الله محمد، هذا هو الحرام. أما الجامعة بوضعها الذي نراه اختلاط وإلحاد
الجامعة، الجهاز العصبي للأمم. وقفت فتاة وبكل جرأة وبين ألوف الشباب وقفت تنادي بأعلى صوتها وتقول: أين الله؟ فتاة جامعية، فتاة وسط ألوف الشباب، فتاة في الجامعة تنادي بكل جرأة على الله وتقول: أين الله؟ ومن هذا المكان أقول لها ولمثيلاتها ولأمثالها: إذا كنت تريدين أن تعرفي أين الله فاسألي أين نفسك؟ أأنت موجودة أم غير موجودة؟ إن اعترفت بأنك غير موجودة فلا كلام لنا معك لأنك مصابة بالجنون. أما إن اعترفت بأنك موجودة قلنا لك: كيف تقرين بالوجود لنفسك وأنت المخلوقة الضئيلة الفانية، ولا تقرين بالوجود الخالق العظيم القدير المريد؟ كيف هذا؟ أتقرين بأنك موجودة وأنت الفانية المخلوقة الضعيفة الضئيلة؟ أعرفت أنك موجودة وأنت المخلوقة ولم تعرفي أن الذي خلقك هو الله؟ ثم حدثونا، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة الصماء ما هي؟ سيعجزون عن تعريف الطبيعة، فإذا عجزوا عن تعريفها فاسألوهم: أهذه الطبيعة عاقلة أم مجنونة؟ الطبيعة التي تدعون أنها خلقت الكون عاقلة أم مجنونة؟ إن قالوا إنها مجنونة قولوا لهم: كيف تستطيع الطبيعة المجنونة أن تخلق ناسا عقلاء؟ كيف تخلق العقل وهي لا تملك العقل؟ وكيف انشأت الكون وهي لا تملك العقل؟ ان قالوا لكم انها عاقلة فاسألوهم بعد ذلك: امريدة هي؟ اقادرة هي؟ اعالمة هي؟ احية هي؟ اسميعة هي؟ ابصيرة هي؟ ان قالوا لكم نعم فقولوا لهم انكم تسمونها الطبيعة لان على قلوبكم اكنة من الجهل، اما نحن فننادي فنقول: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. انه الله، انه الله العزيز الحكيم. ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له: يا امام، وكان هذا الرجل زنديقا، قال له: يا امام، هل رأيت ربك؟ قال الامام: سبحان ربي لا تدركه الابصار. قال الزنديق: هل سمعته؟ هل احسسته؟ هل شممت؟ هل لمست؟ قال الامام: سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الزنديق للامام: فاذا لم تكن رايته ولا احسسته ولا شممته ولا لمسته، فمن اين تثبت انه موجود؟ قال الامام للسائل: يا هذا، هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال الامام: هل لمست عقلك؟ هل شممت عقلك؟ هل احسست عقلك؟ قال الزنديق: لا. قال الامام: عاقل انت ام مجنون؟ قال: انا عاقل يا امام. قال له الامام: فاين عقلك؟ قال الزنديق: موجود. فقال له الامام: كذلك الله جل جلاله موجود. الله،
فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متباعد ولا متجزئ ولا متناخل ولا متلون ولا متكيف، لا يسأل عنه بما هو لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان وكل ما خطر بباله. فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. اسألوا الكون، اسألوا الكون عن خالقه. كان الإمام علي يقول: عجبت لمن ينكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وسئل الإمام علي فقيل له: يا إمام هل رأيت ربك؟ قال الإمام: وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا: فكيف رأيت ربك يا إمام؟ قال الإمام: إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. إذا أردنا أن نربي الشباب فعلينا أن نربيه على العقيدة. ولقد أسفت وأنا أقرأ هذا الخبر في جريدة أخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي الموافق 30 من إبريل 1977، وقد نشرت تحقيقا عما يدور وسط شباب الجامعات، وقلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يقاوم الاستعمار البريطاني في منطقة القناة، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يعلن لا إله إلا الله إلى ما سأسمعكم إياه الآن. كتب التقرير يقول: إن شباب الجامعات قد انتشرت فيه عادة سيئة هي تعاطي حبوب الهلوسة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة. ثم بعد ذلك ذكر التقرير أنواع هذه الحبوب. اسمعوا: الشاب يتعاطى حبوب الهلوسة، والحبوب لها أنواع كثيرة أسمعوها كما يلي: حبوب الفنتوم، وحبوب هرقل، وحبوب سام، وحبوب سكاي هوك. حبوب مستوردة من أمريكا أصبحت الآن تصدر لنا حبوب الهلوسة، وتصدر لإسرائيل الفنتوم وأحدث الأسلحة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة ليغيب عقله، ليهتز جهازه العصبي، لا يتمكن من تحصيل العلوم، يتعاطى حبوب الهلوسة حتى يختل جهاز عقله، يتعاطى حبوب الهلوسة الأمريكية حتى لا يصبح في مصر من يعتد بكلامه. وفي وسط الشباب جهاز اليوم وأمل المستقبل. قلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعة إلى هذا النوع؟ الجامعات التي كان شبابها فرسان بالنهار رهبان بالليل، كانوا فرسانا بالنهار
الشباب، الشباب على الرد المعمول، الشباب الذي كان قبل الثورة رأيته بعيني رأسي قبل أن يأخذ الله مني موهبة البصر. قضيت في مدينة الإسكندرية 4 سنوات طالبا في معهدها الابتدائي من سنة 47 إلى سنة 50. كنا إذا سرنا في شوارع الإسكندرية نرى حدائقها تحولت إلى مساجد من الشباب، شباب أطلق اللحية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الوقار، شباب في عمر الظهور يلبس ثيابه الصريفة الأنيقة النظيفة ولحاه السوداء تدور حول وجهه، شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الشباب الذي كان يعبد الله وكان يمسك بالمصاحف في سنة 54 حول كله إلى السجون. دخل السجون لماذا؟ لأنه يدخل السينما مرتين في الأسبوع؟ لا، بل لأنه يصوم يومين كل أسبوع. دخل السجون لماذا؟ لأنه لبس البنطلونات المحذقة وهكذا؟ لا، لأنه أطلق لحيته. دخل السجون لماذا؟ لأنه قال ربنا الله ربنا الله. فماذا كانت النتيجة؟ دخل السجون سنة 54، ولما دخلت السجن سنة 66 رأيت وراء القضبان عجبا، رأيت عناذر في سجن أبي زعبل مكتوب عليها كلمة الكوامل. قلت سبحان الله، ما معنى هذه الكلمة الكوامل؟ الكوامل جمع كاملة لا جمع كامل. وهل يوصف الشباب بأنه كاملات؟ الكوامل، أتدرون ما معنى كلمة الكوامل التي كتبت على بعض عناذر أبي زحبل؟ سألت فقيل إن في داخلها شبابا دخل السجن سنة 55 وقضى في السجن 10 سنوات كوامل. 10 سنوات بأي ذنب قتلا؟ 10 سنوات قضوها وراء القضبان، 10 كاملة. فلما قضوا مدتهم في سنة 65، ما الذي جاء بهم مرة ثانية؟ عندما أعلنوا بانقضاء المدة وركبوا سيارات السجون للإفراج عنهم بعد 10 سنوات بدون ذنب جنوه كما يعلم الله. فلما خرجوا سنة 65 وركبوا سيارات الترحيل إلى بيوتهم، ظنوا أنهم ذاهبون إلى بيوتهم، ولكن السلطات احتجزتهم وقالت لهم إن هناك قرارا صدر بأنه يعتقل كل من سبق ابنه أو اعتقاله. وكان أهلهم ينتظرونهم بعد غيبة طالت 10 سنوات، ولكنهم بدلا من ان يستقبلونهم ودعوهم وهم في سيارات السجون، ودخلوا السجون معتقلين بعد ان كانوا مسجونين، وظلوا في السجون 5 سنوات او يزيد بعد قضاء مدة السجن. لماذا؟ عملية هذا، عملية تحطيم، أوامر تصدر من أمريكا مرة وتصدر من موسكو مرة، وكل شاب يعلن أنه مستقيم فلا حياة له بيننا، لا حياة بين النظفاء، لا حياة بين المخلصين،
انما الحياة كل الحياة لمن يعلن العداء على الدين، لمن يحارب الله. اذا فما العلاج؟ فما العلاج يا سادة؟ حبوب الهلوسة يتعاطاها شباب الجامعات، فما العلاج يا سادة؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة: التربية الإسلامية السلمية العلمية. التربية الإسلامية السلمية العلمية. وكيف يكون ذلك؟ إنني أعلم أن هناك مراكز تسمى مراكز الشباب. هذه المراكز أنشئت للترفيه لا للتوجيه، أنشئت للتسلية لا للتوعية. فإذا أردنا علاج الشباب، إذا أردنا مجتمعا نظيفا، مجتمعا مخلصا لله ولرسوله ولدينه ولبلده، فلتحول هذه المراكز الترفيهية الى مراكز تربوية، ويكون فيها التربية على ثلاثة انواع: تربية عقلية، وتربية نفسية، وتربية بدنية. تربية عقلية بإنشاء مكتبة فيها أمهات الكتب الدينية والأدبية والاجتماعية، وعلى رأسها علم التفسير والحديث والعقائد. تربية عقلية. تربية نفسية بإنشاء مسجد في كل مركز تقام فيه الصلوات، تقام فيه الصلوات لتربى النفوس، لتربى النفوس على الصلاة. فالصلاة هي مفتاح الجنة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ويصام يومان في الأسبوع، يصام يوم الخميس ويوم الاثنين من كل أسبوع، فإنهما يومان صامهما النبي محمد. وسئل لماذا تصومهما؟ فقال: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تربية بدنية، وتدور حول ممارسة نوع من أنواع الرياضة. فقد كان عمر بن الخطاب يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تربية بدنية كحمل الأثقال، كالجري، كلعب الكرة، ولكن داخل أسوار المركز لا في الشوارع والطرقات كما نرى. هذا هو العلاج. فهل يكون هناك اختلاط بين الجنسين؟ لا. أكبر بلاء أصيبت به الأمة هو بلاء الاختلاط. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. إذا فماذا عن الفتيات؟ ينشأ للفتيات معاهد إسلامية يدرس فيها التفسير، سورة النساء والنور والأحزاب والطلاق والتحريم، ويدرس فيها حديث رسول الله عن التربية والحياة الزوجية الكريمة، ويدرس فيها علم التدبير المنزلي. هذا عن الفتيات، لننشئ الأمة الصالحة والأخت الصالحة والزوجة الصالحة. إن البلاء الذي أصبنا به، أصبنا به في الصميم، أصبنا به في قلوبنا وأخلاقنا. أخلاقنا. أو ما سمعتم هذا الخبر الذي نشرته جريدة الجمهورية أمس بتاريخ 5 مايو 77؟ اسمعوا الخبر: تم تصفية الخلاف بين الممثل وبين زوجته على شرط أن تجهض الحمل الذي في بطنك. حمل مضى عليه 3 أشهر هو الشرط الأساسي لتصفية الخلاف بين الزوجين. خبر ينشر على الأمة الإسلامية؟ هذا خبر ينشر على أسماع أمة الإسلام؟
ان يتم الوثاق بين الزوجين بشرط قتل نفس حرم الله قتلها. ان الاجهاض حرام من اول دقيقة. من اول دقيقة يتم فيها الحمل فان انزال الحمل وازعاجه واقلاقه حرام. لانه نفس قدر لها ان تأخذ طريقها الى الحياة. فاذا ما اجهضت الحوامل فقد هدمت بنيان الله. والرسول يقول الادمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ابن ادم يا من تدافعون عن فكرة تحديد الناس. لو اننا وزعنا دخلنا توزيعا عادلا ما كان في الطريق سائل. ولا في البيوت عاقل. ولا في السجون قاتل. ان مصر فيها 95% ارض في حاجة الى تعمير. فلماذا لا تعمر? لماذا لا تعمر هذه الارض? ثم بعد ذلك ندعو الناس الى الاجهاض? اعلمت يا ابن ادم ما هو ابن ادم? اعلمت كيف خلقك الله? اذا كنت لا تدري فاليك البيان. فيما خلقنا? ومما خلقنا? وكيف خلقنا? فيما خلقنا في عالم الارحام? ما هو الرحم? كيس عضلي كمثري الشكل. اين يقع? خلف المثانة امام المستقيم. ما طوله 7 سم. ما عرضه 5 سم. ما سمكه 2.5 سم. مما خلقنا. هذا فيما خلقنا. واين تقع مصانع الارحام? اما مما خلقنا من كائن منوي ضئيل لا يرى بالعين المجردة. يبلغ حجم 42 على 1000 ملليمتر. اتدرون كم تحتوي القذيفة المنوية الواحدة من الكائنات المنوية? تحتوي على 100 مليون حيوان منوي. القذيفة الواحد. لا يصح منها سوى كائن واحد. هذا الكائن الواحد اخذ طريقه الى عالم الرحم في ظلمات. لم يكن هناك اشعة سينية ولا اشعة فوق البنفسجية ولا اشعة تحت الحمراء. اذا فماذا كان داخل الرحم? ظلمات بعضها فوق بعض. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. التقى ذلك الكائن المنوي ببويضة الام التي كانت في انتظاره. والام تفرز كل 58 يوما بويضتين صالحتين للاخصاب. فلما التقى كائن الرجل ببويضة الانثى وتمت العلاقة بينهما التصقا بجبال الرحم. والله تعالى جعل للرحم جدارا عبارة عن اسفنج يمتص دماء الحيض. كما يمتص الاسفنج الماء. فلما تعلقت البويضة بالحيوان المنوي صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض الا ينزل من الانثى. واخذ جندي المرور يحجز دم الحيض داخل الرحم. ليصنع ربك منه كراسي لك. وتك ان تتكئ عليها. وسوسة تبلع المطبات اذا اصطدمت امك في جبار. او وقعت على الارض حتى لا تؤزى من سقطات امك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فماذا كان غذاؤك? صدر الامر الى بعض دم الحيض ان يذهب الى معامل التقرير ليخرج لك منه غذاء خالص. فكررت لك. في معامل تقرير لا تقوى على ضربها طائرات الفنتم. ثم ماذا? كيف كنت تتنفس وانت في عالم الارحام? امدك الله بالاكسجين اللازم من تنفس الام.
ثم ماذا؟ كيف وافقت ان تعيش في حر الصيف او في برد الشتاء وانت عاري؟ انت عاري البدن، ليس على بدنك ثوب واحد. جعل الله لك درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء. ثم ماذا؟ تمت مدة الحمل، فكيف استطعت ان تعبر المضيق من الرحم الى عالم الدنيا؟ انه معبر ضيق. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون؟ كيف لتست هذا المعبر الضيق؟ اسمع الى قوله تعالى: من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يسر لك هذا الطريق من عالم الرحم الى عالم الدنيا. فلما بلغت اشدك يا ابن ادم تبارز الله بالمعصية، تبارز الله بالمعصية. رب الشباب على العقيدة ورب البنات على الفضيلة. اجعلوا من مراكز الشباب مراكز للتربية في فصل الصيف والشتاء ان كنتم تريدون مجتمعا فاضلا. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك يا رب. اسألك في هذه الساعة، ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا، اصر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يسر الامتحانات لابنائنا، واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم عند السؤال وعلمهم الاجابة السليمة. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سمعنا الصلاة على رسول الله محمد. الناس أربعة أقسام. الناس أربعة أقسام. قسم عرف الله في الرخاء والشدة، وقسم نسي الله في الرخاء والشدة، وقسم عرف الله في الرخاء ونسيه في الشدة، وقسم عرف الله في الشدة ونسيه في الرخاء. وعايز بقى اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. عليه الصلاة والسلام. الناس أقسام أربعة. قسم الأولاني عرف الله في الرخاء فشكر، وعرف الله في الشدة فصبر. عرف الله في الرخاء فكان من الشاكرين، عرف الله في الشدة فكان من الصابرين. وهؤلاء هم أصحاب الحبيب محمد. عرف الله في الرخاء شكروا، عرف الله في الشدة صبروا. شوف سيدنا النبي بيسأل الصحابة سؤال، بيقول لهم: أمؤمنون أنتم؟ عمر بن الخطاب قال: نحن مؤمنون والحمد لله يا رسول الله. النبي سأل: ما علامة إيمانكم؟ شوف كلام سيدنا عمر بقى
النبي بيسأل ما علامة إيمانكم؟ سيدنا عمر أجاب بثلاث كلمات، قال نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء. نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام مؤمنون ورب الكعبة. خد بالك بقى من حقيقة الإيمان، يعني الإيمان مش كلام، مش إن الإنسان بقى يقول أنا مؤمن، أنا بصلي الليل وبصلي النهار وبصوم. لا، الإيمان عمل، إنك أنت تثبت إنك مؤمن أمام الله. تثبت بإيه؟ نصبر على البلاء. نصبر على البلاء. ربنا اختبرني بأي اختبار، في صحتي أو في مالي أو في أولادي أو في زوجتي، أصبر. إزاي؟ المريض لما واحد بيروح يزور المريض وبيقول اللهم ارحم عبدك هذا، انت عارف ربنا بيرد يقول له ايه؟ يقول له كيف ارحمه مما به ارحمه. يعني ده المرض نفسه رحمة، المرض رحمة. طول ما انت مريض في عداد بيعد الحسنات. ويا سلام لو كنت تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مرة. اذا قلتها 40 مرة وانت مريض، اذا شفاك الله شفاك ولا ذنب لك، واذا قبضك اليه فالى جنتك. اذا قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قلتها 40 مرة وانت مريض، اذا شفيت شفيت ولا ذنب لك، واذا كان الاجل قد انتهى فالى جنة الله، فالى جنة الله. ولذلك انا عايزك بعد ما تقول لا اله الا الله، وحد الله لا اله الا الله. اسمع معايا الحديث القدس الجليل، اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. خد بالك، خد بالك، لان احنا بنغلط كتير. فلما الواحد مننا بيكسب وماشي وصحته كويسة، خلاص ساعة ربنا بس ما يديله 15 يوم مرضي او 10 ايام مرضي، شبه ربنا بيقول ايه؟ اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. يعني ازاي الحال يا فلان؟ الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، لك الحمد يا رب. انما واحد تاني، ازاي الحال يا فلان؟ او زي ما انت شايف حالة ملخبطة، دايما ربنا ذاكرنا بالبلاوي، مش عارف اشمعنى انا وعيالي، الراجل ما هو جنبنا صحته زي الفرس، التاني زي الجمل، وانا اللي دايما محتاج. انت عارف الكلام ده هو كبير عند الله جدا، وبعدين ما بيجيبش فايده، هو بيجيب ضرر، بيخلي ربنا يسخط ويغضب. انما الكلام التاني هو اللي كويس، فالحمد لله، الحمد لله دي بتريح. والله العظيم لما الانسان يبقى في شده الكرب ويقول الحمد لله بيرتاح، بيشعر براحة داخلية، بيشعر بسعادة، لأن كلمة الحمد لله دي عبارة عن إنها قطرات الندى على الزهرة الظمأة. شوف بقى لما الواحد يبقى مريض وواحد يقول له إزاي الحال؟ يقول له الحمد لله. شوف ربنا بيقول لي إيه؟ إذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني إلى عواده، أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له، وإذا توسيته فإلى رحمتي. انا عايزك تسمعني كلمة لا اله الا الله. تعرف تعرف ابو ذر هو بيقول النبي اوصني، ابو ذر بيسأل الوصية من النبي، بيسأل الوصية، تعرف النبي قال له ايه؟ قال له ابا ذر انظر الى من هو تحتك، انظر الى من هو تحتك فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عندك. اوعى تبص للي فوق ابدا، تبص للي فوق هتتعب، انما بص للي تحت ترتاح. يعني ما تحسدش واحد راكب عربية، ليه؟ انت عارف ده صحته شكلها ايه؟ ما يمكن عنده روماتيزم في المفاصل، ما يقدرش يمشي. انت والحمد لله بتاخدها من هنا لغايه شبرا على رجليك بياده وزي الحديد. هو ربنا مديله عربيه ملاكي، وانت ربنا مديك اتوبيس 2 اللي هو رجليك،
العربية بتاعته ساعات عسكري المرور ياخدها مخالفة ينزل يقول له يا شاويش يا شاويش اعمل معروف ما تشكنيش نمرة كان بتوع المرور دول فواضحهم دايما تلعب. ولذلك واحد عسكري مرور قام بالليل مراته بتقول له انت قال لي يا شاويش عطية قال لها افتكرت نمرة قمت اكتبها. فدايما احنا دايما مع بعض نقضي بعض احنا كده اهو احنا تتبع العربية ماشية قمال الله تبص لي مطلع النوتة والقلم وشاكك النمرة وهكذا. سمحت لي الصلاة على حبيب الله ليه عايز يسمح فلوس للحكومة بأي وسيلة؟ قال لهم كده اللي تلاقوا الشعب في الشمال هاتوه اللي مواقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه الراجل الغلبان اللي ربحته الترمس وعليهم قلة مية كبر الترمس ورمية انما اذا اشتغل حرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا تفتح له الابواب المغلقه يطلع الاوتوبيس الكمتر عارفه والسواق عارفه وساعات يعلق الجاكيته بتاعته ورا السواق ويحط فيها الحاجات اللي بنشيلها من الاوتوبيس كله ويحط حد يقدر يجي يمس الجاكيته اللي ورا السواق لا السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه اخدك دبرياش على دماغك وهكذا. انما يشتغل بياع عشان ياكل لقمه محش ومن الحلال لا يشتغل حرامي مواطن صالح يشتغل متسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرص الحكومة يلم في اليوم 3-4 جنيه ويجمدهم اخر النهار محدش يقول له حاجة. يعني الشحات اللي فات على واحد بيقول له اديني قرش قال له انا لسه مديه لابني قال له يخرب بيتك انت هتربوا عيالكم على اخانا ولا ايه؟ ما هو قرش ده ضريبة لابد تندفع وهكذا. يبقى الانسان يبص للي تحته يرتاح. يرتاح ليه؟ ما تبصش اللي فوق. يعني ما تبصش لواحد ساكن في فيلا وانت نايم تحت السلم لان السعادة مش في الفلل. السعادة كما قال الحبيب المصطفى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. دي السعادة. يمكن اللي ساكن في الفيلا ده هو ما بينامش الليل. ما بينامش الا بالحبوب المنومة. بيغيب طول الليل يقول عايز انام ساعة. نفسي انام ساعة. انت والحمد لله بتتعشى عشوة كباب شعبي اللي هي الطعمية ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا فضلها تتعشى عشوة الكباب الشعبي وتصلي العشاء وساعة ما تحط راسك على المخدة على طول تسحب مجري لا انت عايز حبوب منومة ولا حبوب منيلة. نعم ايه وموك الصبح بونش انما التاني اهو ده اللي ساكن كله. كمان ما تحسدش اي انسان على ماله. يمكن انت مش عارف يمكن ان انت شايفه ده بيكسب مراته مغلبه النهارده عايزين ترابيزه هيلتون بكره عايزين شيراتون. انت والحمد لله لا عندك هيلتون ولا شيراتون انت عندك والحمد لله الحفيره والسرير والاشياء معك وحاجه اخر رضا. انت والحمد لله بتاكل كل ما لذ وطاب هو محرم عليه كل شيء. يعني اذا الملح زاد شويه الضغط بيزيد اذا كان بسمنه بلدي التصلب شرايين اذا تقل في الاكل يتعب. انت الحمد لله بتجيب البطيخ الماوي وبعد كده طبق مش من 3-47 في 30-40 قرن فلفل من طراز النظل وطبق فول مدمس ومخ بصل من اللي يقطع دلب الفار برضه وبعدين تعزم معالم الفول بالفلفل والبصل والخضره وتلش دبيده عمرك ما جبت قهوه ابدا انما تقوم ممسح الطبق ممسحه وتقول له اش يا رضا الاناه يستغفر اغفروا للعاقه. يا خي بتقلي في حديث عن النبي اللي نبي يستغفر اللي بيمسحه راه مين يا ابني ده راه مفجوع ابن مهلوع انما يستغفر للعاقه ايه راح حلالك شوية حلالك بالفول شوية. سمعتلي الصلاة على رسول الله. الانسان ينظر للناس اللي نايمة في المستشفيات يروح المستشفيات لما يلاقي نفسه هتلعب يروح يشوف الناس الشباب والشيوخ اللي نايمين في المستشفيات وبعدين الواحد يتحايل على شوية مية يشربهم يمكن ما يلاقيش. انت الحمد لله بتاكل وتشرب وتنام مستريح ما تحسدش غيرك فينك ربنا رزقك بواحدة ست طيبة على قد حالك ما بتقولكش لا عايزة فريجيدر ولا عايزة تلا بتغسالة ولا عايزة تلفزيون. انتوا عايشين بما يرضي الله
نهار ما بتخلفك بشيء تقول لك اذا كنت نازل الغرية هات لي معاك فلايه، فلايه بالجنسيه لا بتاع كوافير ولا بتاع زيمه. انا حضرت مشكله بين زوجين بس كانت مشكله غريبه، الخلاف على ثلاث اشياء: الكوافير والسينما والمصيف. ثلاثه دول لابد منهم وتنفذهم باي وسيله، يا كده هتنفذ عشته. كوافير ومصيف وسيمه. كوافير شوف بقى، تروح عند راجل وتقعد تحت ايد الراجل ويحبس بشعرها رجل، وبنقول يا ناس اتقوا الله، ده ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقالوا كل المؤمنات يغضبن من ابصارهن، وقلنا ان مكتب الكوافير حرام لانه بيسترزق من الحرام. مفيش فايده، هو كده النظام وبس. المصيه وما يجري فيه من الخلاعه والاختلاط والثيقان العاريه والصدور العاريه وغضب الله، السينما بما فيها من افلام ساقطه، وهذه البيوت تتردد على هذا البيوت. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ناس عرفوا الله في الرخايم الشق، وعرفوا الله في الشده بالصبر. ربنا بيقول وسنجزي الشاكرين، وبيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب، شوف كلمة بغير حساب، يعني شيء كما قال تعالى في الحديث القدسي: اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه او ماله او ولده وصبر استحييت منه يوم القيامة ان ارصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك، لا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا. اللهم ذكرهم عند السؤال وألهمهم الإجابة الصحيحة. اشرح صدورهم ويسر امورهم. اللهم اهد اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا، واشهد ان لا اله الا الله. الامر كله لله، الامر كله لله. اجذبت السماء على عهد سليمان بن داود، واقصرت الارض، فخرج مع قومه ليصلوا صلاة الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نملة ملقاة فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول: اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالذنب، ولا يرفع الا بالتوبة، لا ينزل بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبه، لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. هذه ايدينا مرفوعه اليك فارحمنا، ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني آدم. ولما سمع سليمان قولها قال لقومه: أبشروا فقد كفيتم
الله الله ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة بدعاء نملة افرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلولا تشكرون بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة إذا غفلت وافتليت فيقول داروا مرضاكم بالصدقة داروا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء الصدقة تطفي غضب الرب تطفي غضب الرب إن الله تعالى لما خلق الأرض أخذت تهتز وتميد فأرساها بالجبال قالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا ربنا أخلقت أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يا ربنا أخلقت أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا ربنا أخلقت أشد من الماء قال نعم الرياح قالوا يا ربنا أخلقت أشد من الرياح قال نعم ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه سيدي أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله يا رسول الله أنت الحبيب أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات أنت الشفيع أنت الشفيع الذي سعد الأنام به من سار في هديه نار كرامات أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها ماذا قالت عندما أذاعت بيان سليمان على ملئها معاشر السادة الأعزاء مع الدرس 19 والمئتين انتقل بحضراتكم الآن على ريش من أجنحة الإيمان وعلى أجنحة من ريش الإسلام أطير بحضراتكم الآن إلى ملكة سبأ وقد قالت لقومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ما هذا
ولا بد لنا ان نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال: كيف يقول لها سليمان لا تعلوا علي واتوني مسلمين، وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان امرا جازما قاطعا ان تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، فكيف تكرهها يا سليمان على ان تدخل الاسلام وتدخل الاسلام مع قومها؟ الجواب على هذا ان الاسلام ينشر نفسه بنفسه، فعندما رفع لواء الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر احدا على الدخول في الدين، لان اول من اسلم من الرجال كان هو ابو بكر، واول من اسلم من النساء كانت هي خديجة رضي الله عنها، ولذلك فان على هذا الكوكب الارضي رجلا وامرأة بلغهما السلام من رب العزة على لسان جبريل على لسان سيدنا محمد، رجل واحد بلغه السلام من الله، وامرأة واحدة بلغها السلام من الله، اما الرجل فهو ابو بكر الصديق. هبط الامين جبريل على الامين محمد وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ ابو بكر من ربه السلام، وقل له: يا ابو بكر، ربك يقرئك السلام ويقول لك: هو راض عنك. فهل انت راض عن الله؟ الله الله يا ابا بكر، ربك يقرئك السلام، ربك يقرئك السلام، السلام من من؟ من الله، من الله، لا من زعيم حزب ولا من رئيس دولة ولا من ملك. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم، اما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم، اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فاننا نقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه: مالك يوم الدين، وهناك قراءه اخرى تقول: مالك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله، لانه يملك ويحكم. يا ابا بكر، ربك يقرئك السلام، السلام، السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول: يا ليتني شعرة في صدرك يا ابا بكر. اول من امن برسول الله من الرجال. اما خديجة فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الانبياء جبريل على رسول الله وقال له: يا رسول الله،
السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لما لها؟ ان الله لا يعامل الناس على حسب اموالهم، لحسبها ان الله هو الغني. اذا لماذا؟ لانها وقفت مع الرسول في اوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه، وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء: والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها، حتى نزل عليه الامين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزائم عاطرة من الله. الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الامين جبريل للحبيب محمد: كفى حزنا، كفى حزنا يا رسول الله، فان ربك يقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعد. فهل دخل ابو بكر الاسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟ هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت وطأة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد. ان الذي نشر الاسلام هو المصحف في يد رسول الله. الاسلام انتشر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينشر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب البشر، السيف يحمي البناء من ذئاب المعاندين المكابرين. اما الاسلام فانه نشر بالحجة القاطعة والبراهين الصافعة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى. ولذلك ان السلطات احتجزتهم وقالت لهم ان هناك قرارا صدر بانه يعتقل كل من سبق ابنه او اعتقاله، وكان اهلهم ينتظرونهم بعد غيبة طالت 10 سنوات، ولكنهم بدلا من ان يستقبلونهم ودعوهم وهم في سيارات السجون، ودخلوا السجون معتقلين بعد ان كانوا مسجونين، وظلوا في السجون 5 سنوات او يزيد بعد قضاء مدة السجن. لماذا؟ عملية هذه عملية تحطيم. اوامر تصدر من امريكا مرة، وتصدر من موسكو مرة، وكل شاب يعلن انه مستقيم فلا حياة له بيننا، لا حياة بين النظفاء، لا حياة بين المخلصين، انما الحياة كل الحياة لمن يعلن العداء على الدين، لمن يحارب الله. اذا فما العلاج؟ فما العلاج يا سادة؟ حبوب الهلوسة يتعاطاها شباب الجامعات. فما العلاج يا سادة؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة: التربية الاسلامية السلمية العلمية. التربية الاسلامية السلمية العلمية. وكيف يكون ذلك؟ انني اعلم ان هناك مراكز تسمى مراكز الشباب. هذه المراكز انشئت للترفيه لا للتوجيه، انشئت للتسلية لا للتوعية. فاذا اردنا علاج الشباب، اذا اردنا مجتمعا نظيفا، مجتمعا مخلصا لله ولرسوله ولدينه ولبلده، فلتحول هذه المراكز الترفيهية الى مراكز تربوية، ويكون فيها التربية على 3 انواع: تربية عقلية،
وتربية نفسية وتربية بدنية، تربية عقلية بإنشاء مكتبة فيها أمهات الكتب الدينية والأدبية والاجتماعية، وعلى رأسها علم التفسير والحديث والعقائد. تربية عقلية. تربية نفسية بإنشاء مسجد في كل مركز تقام فيه الصلوات، تقام فيه الصلوات لتربى النفوس، لتربى النفوس على الصلاة. فالصلاة هي مفتاح الجنة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ويصام يومان في الأسبوع، يصام يوم الخميس ويوم الاثنين من كل أسبوع، فإنهما يومان صامهما النبي محمد، وسئل لماذا تصومهما فقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تربية بدنية، وتدور حول ممارسة نوع من أنواع الرياضة. فقد كان عمر بن الخطاب يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تربية بدنية كحمل الأثقال، كالجري، كلعب الكرة، ولكن داخل أسوار المركز لا في الشوارع والطرقات كما نرى. هذا هو العلاج. فهل يكون هناك اختلاط بين الجنسين؟ لا. أكبر بلاء أصيبت به الأمة هو بلاء الاختلاط. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. إذا فماذا عن الفتيات؟ ينشأ للفتيات معاهد إسلامية يدرس فيها التفسير، سورة النساء والنور والأحزاب والطلاق والتحريم، ويدرس فيها حديث رسول الله عن التربية والحياة الزوجية الكريمة، ويدرس فيها علم التدبير المنزلي. هذا عن الفتيات، لننشئ الأمة الصالحة والأخت الصالحة والزوجة الصالحة. إن البلاء الذي أصبنا به في الصميم، أصبنا به في قلوبنا وأخلاقنا. أخلاقنا. أوما سمعتم هذا الخبر الذي نشرته جريدة الجمهورية أمس بتاريخ 5 مايو 1977؟ اسمعوا الخبر. تم تصفية الخلاف بين الممثل وبين زوجته على شرط أن تجهض الحمل الذي في بطنك. حمل مضى عليه 3 أشهر هو الشرط الأساسي لتصفية الخلاف بين الزوجين. خبر ينشر على الأمة الإسلامية. هذا خبر ينشر على أسماع أمة الإسلام، أن يتم الوثاق بين الزوجين بشرط قتل نفس حرم الله قتلها. إن الإجهاض حرام من أول دقيقة، من أول دقيقة يتم فيها الحمل، فإن إنزال الحمل وإزعاجه وإقلاقه حرام، لأنه نفس قدر لها أن تأخذ طريقها إلى الحياة. فإذا ما أجهضت الحوامل فقد هدمت بنيان الله. والرسول يقول: الآدمي بنيان الرب، ملعون من هدمه. ابن آدم، يا من تدافعون عن فكرة تحديد الناس، لو أننا وزعنا دخلنا توزيعا عادلا ما كان في الطريق سائل، ولا في البيوت عاقل، ولا في السجون قاتل. إن مصر فيها 95% أرض في حاجة إلى تعمير، فلماذا لا تعمر؟ لماذا لا تعمر هذه الأرض؟ ثم بعد ذلك ندعو الناس إلى الإجهاض؟ أعلمت يا ابن آدم ما هو ابن آدم؟ أعلمت كيف خلقك الله؟
اذا كنت لا تدري فاليك البيان فيما خلقنا ومما خلقنا وكيف خلقنا. فيما خلقنا في عالم الارحام، ما هو الرحم؟ كيس عضلي كمثري الشكل. اين يقع؟ خلف المثانه امام المستقيم. ما طوله؟ 7 سنتي. ما عرضه؟ 5 سنتي. ما سمكه؟ 2.5 سنتي. مما خلقنا، هذا فيما خلقنا. واين تقع مصانع الارحام؟ اما مما خلقنا من كائن منوي ضئيل لا يرى بالعين المجرده، يبلغ حجمه 42,000 من المليمتر. اتدرون كم تحتوي القذيفه المنويه الواحده من الكائنات المنويه؟ تحتوي على 100 مليون حيوان منوي قذيفة الواحد. لا يصح منها سوى كائن واحد. هذا الكائن الواحد اخذ طريقه الى عالم الرحم في ظلمات. لم يكن هناك اشعة سينية ولا اشعة فوق البنفسجية ولا اشعة تحت الحمراء. اذا فماذا كان داخل الرحم؟ ظلمات بعضها فوق بعض. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. التقى ذلك الكائن المنوي ببويضة الام التي كانت في انتظاره، والام تفرز كل 58 يوما بويضتين صالحتين للاخطاب. فلما التقى كائن الرجل ببويضة الانثى وتمت العلاقة بينهما، التصقا بجدار الرحم. والله تعالى جعل للرحم جدارا عبارة عن اسفنج يمتص دماء الحيض كما يمتص الاسفنج الماء. فلما تعلقت البويضة بالحيوان المنوي صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض الا ينزل من الانثى، واخذ جندي المرور يحجز دم الحيض داخل الرحم ليصنع ربك منه كراسي لك وتك ان تتكئ عليها وسوسة تبلغ المصبات اذا اصطدمت امك في جدار او وقعت على الارض حتى لا تؤذى من سقطات امك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فماذا كان غذاؤك؟ صدر الامر الى بعض دم الحيض ان يذهب الى معامل التقرير ليخرج لك منه غذاء خالص. فكررت في معامل تقرير لا تقوى على ضربها طائرات الفنتم. ثم ماذا؟ كيف كنت تتنفس وانت في عالم الارحام؟ امدك الله بالاكسجين اللازم من تنفس الام. ثم ماذا؟ كيف افقت ان تعيش في حر الصيف او في برد الشتاء وانت عاري؟ انت عاري البدن، ليس على بدنك ثوب واحد. جعل الله لك درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء. ثم ماذا؟ تمت مدة الحمل، فكيف استطعت ان تعبر المضيق من الرحم الى عالم الدنيا؟ انه معبر ضيق. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. كيف اجتزت هذا المعبر الضيق؟ اسمع الى قوله تعالى: من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يسر لك هذا الطريق من عالم الرحم الى عالم الدنيا. فلما بلغت اشدك يا ابن ادم تبارز الله بالمعصية،
تبارز الله بالمعصية. رب الشباب على العقيدة ورب البنات على الفضيلة. اجعلوا من مراكز الشباب مراكز للتربية في فصل الصيف والشتاء ان كنتم تريدون مجتمعا فاضلا. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك يا رب. اسألك في هذه الساعة ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يسر الامتحانات لابنائنا، واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم عند السؤال وعلمهم الاجابة السليمة. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سمعنا الصلاة على رسول الله محمد. الناس أربعة أقسام. الناس أربعة أقسام. قسم عرف الله في الرخاء والشدة، وقسم نسي الله في الرخاء والشدة، وقسم عرف الله في الرخاء ونسيه في الشدة، وقسم عرف الله في الشدة ونسيه في الرخاء. وعايز بقى اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. على الصلاة والسلام. الناس أقسام أربعة. قسم الأولاني عرف الله في الرخاء فشكر، وعرف الله في الشدة فصبر. عرف الله في الرخاء فكان من الشاكرين، عرف الله في الشدة فكان من الصابرين. وهؤلاء هم أصحاب الحبيب محمد. عرف الله في الرخاء شكروا، عرف الله في الشدة صبروا. شوف سيدنا النبي بيسأل الصحابة سؤال بيقول لهم أمؤمنون أنتم؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو كانت الطبيعة هي الخالقة لخلقت الناس إناثا فقط أو ذكورا فقط أو إناثا وذكورا يا غير، أو جعلت الناس كلهم في حال حكم. كل إنسان يباشر زوجته كان لابد أن تحمل وتضع، ولكن ربك ليثبت لك أنه المريد القدير قال ويجعل من يشاء عقيما. ثم خبرونا ما هي الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ اسألوا الذين يتشدقون بهذه الكلمة. وقد بلغ من عجم القيم في مجتمعنا ان احدى طالبات الجامعة القاهرة وقفت في ساحة الجامعة. فتاة وقفت في ساحة الجامعة، ولا اقول في حرم الجامعة، فكلمة الحرم انما تطلق على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله. اما الجامعة فلا يقال عنها
شئت، وكيف تكون حرما وتحت اشجارها رمي وقيس، وكيف تكون حرما وفي الكافتيريا رمي وجولييت، كيف تكون حرما وتحت اشجارها قيس وليلى. والله ما هي بحرم، ان الحرم هو بيت الله الحرام ومدينة حبيب الله محمد، هذا هو الحرام. اما الجامعة بوضعها الذي نراه اختلاط والحاد، الجامعة الجهاز العصبي للامم، وقفت فتاة وبكل جرة وبين ألوف الشباب وقفت تنادي بأعلى صوتها وتقول أين الله. فتاة جامعية، فتاة وسط ألوف الشباب، فتاة في الجامعة تنادي بكل جرعة على الله وتقول أين الله. ومن هذا المكان أقول لها ولمثيلاتها ولأمثالها، إذا كنت تريدين أن تعرفي أين الله فاسألي أين نفسك. أأنت موجودة أم غير موجودة؟ إن اعترفت بأنك غير موجودة فلا كلام لنا معك، لأنك مصابة بالجنون. أما إن اعترفت بأنك موجودة قلنا لك كيف تقرين بالوجود لنفسك وأنت المخلوقة الضئيلة الفانية، ولا تقرين بالوجود الخالق العظيم القدير المريد. كيف هذا؟ أتقرين بأنك موجودة وأنت الفانية المخلوقة الضعيفة الضئيلة؟ أعرفت أنك موجودة وأنت المخلوقة ولم تعرفي أن الذي خلقك هو الله؟ ثم حدثونا، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة الصماء ما هي؟ سيعجزون عن تعريف الطبيعة، فإذا عجزوا عن تعريفها فاسألوهم أهذه الطبيعة عاقلة أم مجنونة؟ الطبيعة التي تدعون أنها خلقت الكون عاقلة أم مجنونة؟ إن قالوا إنها مجنونة قولوا لهم كيف تستطيع الطبيعة المجنونة أن تخلق ناسا عقلاء؟ كيف تخلق العقل وهي لا تملك العقل؟ وكيف انشأت الكون وهي لا تملك العقل؟ ان قالوا لكم انها عاقلة فاسألوهم بعد ذلك، امريدة هي؟ اقادرة هي؟ اعالمة هي؟ احية هي؟ اسميعة هي؟ ابصيرة هي؟ ان قالوا لكم نعم فقولوا لهم انكم تسمونها الطبيعة لان على قلوبكم اكنة من الجهل، اما نحن فننادي فنقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. انه الله العزيز الحكيم. ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له يا امام، وكان هذا الرجل زنديقا، قال له يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام سبحان ربي لا تدركه الابصار. قال الزنديق هل سمعته؟ هل احسسته؟ هل شممت؟ هل لمست؟ قال الامام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الزنديق للامام فاذا لم تكن رايته ولا احسسته
درسته ولا شممته ولا لمسته، فمن اين تثبت انه موجود؟ قال الامام للسائل: يا هذا، هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال الامام: هل لمست عقلك؟ هل شممت عقلك؟ هل احسست عقلك؟ قال الزنديق: لا. قال الامام: عاقل انت ام مجنون؟ قال: انا عاقل يا امام. قال له الامام: فاين عقلك؟ قال الزنديق: موجود. فقال له الامام: كذلك الله جل جلاله موجود. الله فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء، لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متباعد ولا متجزئ ولا متناخل ولا متلون ولا متكيف، لا يسأل عنه بما هو، لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله، ولا يسأل عنه بأين هو، لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان، لأنه خالق الزمان وكل ما خطر بباله. فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. اسألوا الكون، اسألوا الكون عن خالقه. كان الامام علي يقول: عجبت لمن ينكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وسئل الامام علي فقيل له: يا امام، هل رأيت ربك؟ قال الامام: وكيف اعبد ما لا ارى؟ قالوا: فكيف رأيت ربك يا امام؟ قال الامام: ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان، فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. اذا اردنا ان نربي الشباب فعلينا ان نربيه على العقيدة. ولقد اسفت وانا اقرا هذا الخبر في جريده اخبار اليوم الصادره يوم السبت الماضي الموافق 30 من ابريل 1977، وقد نشرت تحقيقا عما يدور وسط شباب الجامعات، وقلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يقاوم الاستعمار البريطاني في منطقة القناة، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يعلن لا إله إلا الله إلى ما سأسمعكم إياه الآن. كتب التقرير يقول: إن شباب الجامعات قد انتشرت فيه عادة سيئة هي تعاطي حبوب الهلوسة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة. ثم بعد ذلك ذكر التقرير انواع هذه الحبوب. اسمعوا: الشاب يتعاطى حبوب الهلوسة، والحبوب لها انواع كثيرة اسمعوها كما يلي: حبوب الفنتوم، وحبوب هرقل، وحبوب سام، وحبوب سكاي هوك. حبوب مستوردة من امريكا اصبحت الان تصدر لنا حبوب الهلوسة، وتصدر لاسرائيل الفنتوم واحدث الاسلحة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة ليغيب عقله، ليهتز جهازه العصبي، لا يتمكن من تحصيل العلوم،
يتعاطى حبوب الهلوسة حتى يختل جهاز عقله، يتعاطى حبوب الهلوسة الامريكية حتى لا يصبح في مصر من يعتد بكلامه. وفي وسط الشباب، في وسط الشباب جهاز اليوم وامل المستقبل، قلت سبحان الله سبحان الله كيف تحولت الجامعة الى هذا النوع. الجامعات التي كان شبابها فرسان بالنهار رهبان بالليل، كانوا فرسانا بالنهار، كانوا فرسانا بالنهار. الشباب، الشباب على الغد المعمول، الشباب الذي كان قبل الثورة رأيته بعيني رأسي قبل أن يأخذ الله مني موهبة البصر. قضيت في مدينة الإسكندرية 4 سنوات طالبا في معهدها الابتدائي من سنة 47 إلى سنة 50. كنا اذا سرنا في شوارع الاسكندرية نرى حدائقها تحولت الى مساجد من الشباب، شباب اطلق اللحية التي ان دلت على شيء فانما تدل على الوقار، شباب في عمر الظهور يلبس ثيابه الصريفة الانيقة النظيفة ولحاه السوداء تدور حول وجهه، شباب اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الشباب الذي كان يعبد الله وكان يمسك بالمصاحف في سنة 54 حول كله الى السجون. دخل السجون لماذا؟ لأنه يدخل السينما مرتين في الأسبوع؟ لا، بل لأنه يصوم يومين كل أسبوع. دخل السجون لماذا؟ لأنه لبس البنطلونات المحذقة وهكذا؟ لا، لأنه أطلق لحيته. دخل السجون لماذا؟ لأنه قال ربنا الله ربنا الله، فماذا كانت النتيجة؟ دخل السجون سنة 54، ولما دخلت السجن سنة 66 رأيت وراء القضبان عجبا، رأيت عناذر في سجن أبي زعبل مكتوب عليها كلمة الكوامل. قلت سبحان الله ما معنى هذه الكلمة؟ الكوامل، الكوامل جمع كاملة لا جمع كامل. وهل يوصف الشباب بأنه كاملات؟ الكوامل، أتدرون ما معنى كلمة الكوامل التي كتبت على بعض عنابر أبي زحبل؟ سألت فقيل إن في داخلها شبابا دخل السجن سنة 55 وقضى في السجن 10 سنوات كوامل. 10 سنوات بأي ذنب قتلا؟ 10 سنوات قضوها وراء القضبان، 10 كاملة. فلما قضوا مدتهم في سنة 65 ما الذي جاء بهم مرة ثانية؟ عندما اعلنوا بانقضاء المدة وركبوا سيارات السجون للافراج عنهم بعد 10 سنوات بدون ذنب جنوه كما يعلم الله. فلما خرجوا سنة 65 وركبوا سيارات الترحيل الى بيوتهم ظنوا انهم ذاهبون الى بيوتهم، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فلماذا قال سليمان لبلقيس لا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ اعلموا، اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاسلام اذا اراد ان ينشر مبادئه فانه لابد ان يهيئ للمبادئ
الذي يدور صالحا. هذه الملكة التي تسمى بلقيس اجبرت قومها على الكفر بالله. سلبتهم الارادة ووقفت امام نور الله حاجزة وحاجبة. وكيف كان ذلك؟ اقرأ قوله تعالى على لسان الهدهد: اني وجدت امرأة تملكهم. لم يقل تحكمهم وانما قال تملكهم، كأنهم عبيد لها، لا ارادة لهم ولا اختيار ولا حرية. اني وجدت امرأة تملكهم. ثم ماذا لما قالت لهم افتوني في امري؟ لم تجد فيهم رجلا ذا رأي حصيف. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد، ولم يقولوا الامر الى الله، انما قالوا الامر اليك. ليست لهم ارادة وليست لهم حجة. فكما لا اكراه في الدين كذلك لا اكراه على الكفر. كما لا اكراه في دخول الدين فان الاسلام يأبى ان يقوم احد الطواغيت على وجه الارض باكراه الناس على الكفر. فاذا ما وقف طاغوت من طواغيت الارض يجبر الناس على الكفر، فان الاسلام لا بد ان يزيل هذا الطاغوت ليعرض مبادئ التوحيد على عباد الله. ومن هنا اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان من بلاد اليمن الى بلاد الروم لالتقي بصحابي من صحابة الحبيب المصطفى. تمكنت بشاشة الايمان من قلبه، فلما باشرت شغوف قلبه تمكنت من القلب كل تمكن، فجعلت من المستحيل ممكنا. الاسلام لا يجبر احدا على الدخول، وفي نفس الوقت لا يرضى لاحد على وجه الارض ايا كانت قوته ان يمنع الناس من قول لا اله الا الله. لا يرضى، لا يرضى ابدا ان يكون على وجه الارض قوة تمنع العباد من رؤية نور خالقهم جل في علاه. في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسلت القوات المسلحة لتضرب طاغوت الروم الذي هدد دولة الاسلام بالكفلكة، هددها بان يخرجها من التوحيد الى التفليس. فماذا حدث؟ ذهبت القوات الى هناك ودارت المعارك، واثر هرقل حاكم الروم وامبراطور الروم اثر صحابيا من صحابة الحبيب المصطفى مع جماعة اخرين من المسلمين. ذلك الصحابي هو سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. اراد ان يجبره على الكفر. اسمعوا ماذا دار بين امبراطور الروم وبين عبد الله بن حذافة صحابي الحبيب. اسمعوا ثم بعد ذلك قارنوا بيننا وبين هؤلاء كيف كانوا ثم كيف اصبحنا. قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. قارنوا. اليوم نسمع سب دين الله صباحا ومساء وعلى جميع المستويات، بل وفي ميادين التدريب على السلاح يسب الدين ونحن نقوم بتدريب الجنود لدخول المعارك. يسب دين الله، وقد لا يقتصر الامر على سب دين الله، بل قد يسب الله
والله انها لاحدى الكبرى، انها لاحدى الكبرى. واحضرني في هذا المشهد، جاءني طبيب يوم الاربعاء الماضي من منطقة شبرا الخيمة، يوم الاربعاء في الساعة 4:15، دخل علي طبيب واخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح، وقال لي: سمعت عن هذه المأساة؟ قلت: خيرا. فاخرج حذاء ثمنه 7.25 جنيهات، ثم بعد ذلك قال للجالسين معي في غرفة المسجد: اقرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء. اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء الذي استوردناه من الخارج ولبسه اللابسون؟ توقعت ان يكون مكتوبا على نعل الحذاء مركته، ولكن الناس عندما قرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء المستورد والذي يباع في محلات القاهرة، اذا بألسنتهم تقول: استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت: ماذا ماذا كتب على نعل الحذاء الذي ندخل به دورات المياه؟ اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء بالجلد؟ كتب على نعل الحذاء الله. الله، نعل الحذاء يكتب عليه الله باللغة النسخ مرة، بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة. وقال لي الطبيب: احتفظ به عندك، احتفظ به عندك حتى تتثبت من كلامي. وكلما دخل مصل قلت له: اقرأ ماذا على هذا الحذاء فتأخذه دهشة واستغراب. وبعد ذلك انني اقول هذا الكلام الى وزراء التجارة والتموين، ان يراقب الله في البضائع المستوردة والتي تأتي من الكتل الشيوعية. واكبر ظني انه لا يجرى على هذا العمل لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، انما شيوعي لا يؤمن برافع السماء بلا عمل. اقول لوزراء التجارة في بلادنا، اقول للمسؤولين عن البضائع المستوردة: لقد بلغ من اخمالكم في دين الله انكم اطعمتم المسلمين محلبات فيها لحم الخنزير واكلها الناس، وبعدما اكلوها وشبعوا منها وهضموها كتبتم في الصحف ان فيها لحم خنزير. وقال بعض المحققين ان ما فيها لا يصلح الا لاكل الكلاب، كما نشرت مجلة المصور. ما في المعلبات من لحم خنزير وحرافيش ولشا لا يصلح الا لاكل الكلاب. اتقوا الله، اتقوا الله ايها المسؤولون في دين الله. الحذاء يكتب عليه لفظ الله، لفظ الله الذي تهتز له السماوات الارض. يرحم الله مالك بن دينار، كان يسير ذات يوم في احد شوارع البصرة، فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه وهو يقول: الله الله. فقال الامام مالك بن دينار: لا يجمل بهذا الاسم الكريم ان يخرج
يخرج من بين شفتين مخمورتين، فأحضر الماء وغسل الشفتين، ثم دعا الله تعالى أن يهدي هذا المخمور. وذهب الإمام مالك إلى بيته لينام، فلما نام سمع في المنام من يقول له: يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ابن دينار طهرت فمه من اجلنا، من اجل الله، الله فطهرنا قلبه من اجلك. وذهب مالك ليصلي الفجر كعادته، فوجد في هزيع الليل الاخير انسانا يرسل زفرات الندم، يقول لربه والناس نيام، وقد سكنت الاطيار في الاشجار، وهجع الكون، وخلا كل حبيب بحبيبه، يقول: يا رب انا واقف بين يديك، فهل اهنئ نفسي بقبول التوبة ام اعزيها برفض التوبة؟ اهنئ نفسي ام اعزيها؟ فلما سمعه مالك بن دينار قال: من انت ارحمك الله؟ فرآه نفس الرجل الذي كان مخمورا، وغسل الامام مالك فمه، فساله الامام: كيف حالك يا عبد الله؟ فقال له الرجل: يا مالك ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. انها لغة لا تلك القلوب. ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك السطف والغفران. ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك السطف والغفران. لم تنتقصني ان اسأت، وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التكرم والتفضل والرضا، انت الاله، انت الاله المنعم المنان. كيف كانوا وكيف اصبحنا؟ ماذا كانوا عليه وماذا صرنا اليه؟ الاسلام لا يكره احدا على الدخول، ولكنه لا يرضى لاحد ان يكره الناس على الكفر. هذا هو عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل، يقف امام هرقل في قصر الملك. واسمعوا الان ماذا دار بين الامبراطور الطاغية وبين الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. قال هرقل: يا عبد الله، تنصر واعطيك نصف ملكي. اسمعوا الى المساومات، اسمعوا الى المساومات. اراد هرقل ان يكرهه على الكفر، فماذا قال عبد الله؟ تنصر ولك نصف ملكي، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. فماذا قال له؟ يا معاشر السادة، ان في الناس ناسا لو عرضت عليهم سيجارة بعشرة مليمات على ان يكتب في اخيه المسلم تقريرا يخرب به بيته، ما تردد لحظة في كتابة التقرير. سيجارة، وقد يكتب فيه ما يدفع به الى حبل المشنقة بزجاجة من البيرة، ضمائر خربة وزمم عفنة وقلوب عشش فيها العنكبوت وباض فيها الشيطان وفرخ، واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها.
فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية؟ يا عبد الله ابن حذافة تنصر ولك نصف ملكي. قال عبد الله ابن حذافة: يا هرقل، والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد. الدنيا لا نصف ملكك، ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه يفنى وهي ايضا الى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل، قال هرقل: يا عبد الله ان لم تتنصر فسوف اعذبك العذاب الشديد. قال عبد الله: افعل ما تشاء، فانما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، اما الروح فلا يملكها الا الله. امر هرقل ان يصلب عبد الله على الصليب، وان يضرب بالسهام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الاليم. وصلب ورمي بالسهام، رمي بالسهام، وكلما اصابه سهما قال: لا اله الا الله، كلمة التوحيد. قال هرقل: انزلوا، فانزلوا، فغلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الاناء ان يحترق من شدة الغليان، وقال: يا عبد الله الق بنفسك في هذا الماء، اما ان تتنصر واما ان تلقي بنفسك في هذا الماء. واذا بعبد الله يمشي الى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل: ابكيت يا عبد الله؟ فقال له: والله ما بكيت خوفا، فانا اعلم انني صائر الى الروح، ولكنني بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله، ما بكيت خوفا، ما بكيت خوفا، انما بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل: ارجعوا، فارجعوا. اراد ان يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة، فاحضر له غانية من نساء الروم، وقال: ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه. ودخلت معه وغلقت الابواب وقالت: هيت لك، واخذت تغدو وتروح امامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل: احضروها لاسمع منها ما حدث منه. فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له: يا سيدي، انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟ كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول: لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. فماذا قال هرقل؟ قال: ادخلوه في غرفة
ولا تحضروا له طعاما الا الخمر ولحم الخنزير. حرب نفسية في غاية العمق. واحضروا له لحم الخنزير والخمر واغلقوا عليه. وليس معه طعام سوى هما. لكن عبد الله ظل 3 ايام لا ياكل لحم خنزير ولا يشرب خمرا. وفتح الباب عليه فوجدوه يذكر الله ويصلي. والخمر كما هي ولحم الخنزير كما هو. فقالوا له يا عبد الله ماذا منعك من الشرب والاكل وانت مضطر لذلك والجوع يعبس برمعائك؟ فقال لهم خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. جاع جاع وفمه لم يشرب ولم يأكل حتى لا يشمت اعداء الله في دين الله. ولما يئس منه ورقله قال يا عبد الله تقبل رأسي واطلق صراحة. فقال عبد الله بل تطلق صراحة اخواني من قبلي. ولما ذهب ليضع فمه على رأس هرقل قال لرب العزة اللهم انك تعلم انه مشرك النجس ولكنني سأبصق على رأسه ولن اقبلها. فاذا سألتني عن ذلك يوم القيامة سأقول لك وعزتك وجلالك ما فعلت ذلك الا لأطلق صراح اخواني. وذهبها عبد الله ووضع فمه على رأس هرقل وبصق عليها دون ان يشعره. فاصدر هرقل قراره باطلاق صراحه وصراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة والتقوا بامير المؤمنين عمر وحكوا عليه ما جرى قام عمر فقال على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله وانا ابدأ بنفسي. وقام عمر بن الخطاب عملاق الاسلام فقبل رأس عبد الله بن حذافة اكراما لعزته ولدينه. هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا ماتوا. عاشوا اعزاء وماتوا شرفاء واعلنوها في سمع الزمان. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا ثم تعذل الدنيا ان لم تسمع لنا. معاشر السادة قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هكذا اراد سليمان ان يزيل هذا الكابوس الجاسم على قلوبهم فقال لها باسلوبه الحاسم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ليس مع الطغاة مساومة وليس مع الطغاة انصاف حلول انما هو الحسم انما هو الجزم. معاشر السادة فماذا قالت عندما اشارت عليهم واشاروا عليها؟ هذا سؤال اجيب عنه اذا ما التقينا بمشيئة الله تعالى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تبقى
تذهل كل مرضعة عما أرضعت. معاشر الإخوة الأعزاء، أوصيني وإياكم بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضى، الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. معاشر المسلمين الاعزاء، اسألوا علماء الطبيعة هذا السؤال: ان من القواعد المقررة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فاسألوهم بعد ذلك: فماذا تقولون عن الماء؟ هل اذا تجمد الماء زادت كثافته؟ سيقولون لكم: ان الماء هو المادة التي خرقت هذه القاعدة. فالمادة اذا تجمدت زادت كثافتها، الا الماء فانه اذا تجمد خفت كثافته. خف وزنه. لماذا؟ انني ارد بهذه الحقائق على الذين ينكرون وجود خالق الكون. انني ارد من هذا المقام على الذين يرفعون رؤوسهم متبجحين بجحود الواحد. الماء اذا تجمد خفت كثافته، مع ان قواعد الطبيعة تصيح مولولة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ والجواب على هذا يثبت ان خالق الكون عالم مريد حكيم. بيان ذلك ان الماء في المناطق الباردة لو زادت كثافته عند الجمود فانه يغوص في قاع البحار والمحيطات فيكون طبقة من الجليد، ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد هو آخر، فتتحول كيعان البحار والمحيطات الى جليد يقتل الاحياء المائية من النبات والاسماك، ولا يصلح بعد ذلك للملاحة. ولذلك فان خالق الكون خف الماء بخاصية واحدة، انه اذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟ لو زادت كثافته لغاص في القاع وكون طبقة جليدية. اما مولانا جلت حكمته وعظمت رافته جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد. يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء. عندما يتجمد يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء. فعندما يطفو على سطح الماء تغازله أشعة الشمس فتذيبه، يكون مباشرا لأشعة الشمس فيذوب. هذه ناحية. الناحية الثانية انه عندما يطفو على سطح الماء يكون طبقة عازلة تجعل الماء الذي تحته
يحتفظ بدرجة حرارته وهي درجة 400 فيحفظ للأسماك حياتها ويحفظ للنبات حياته حتى لا يقتله البرد الشديد. من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع هذا؟ اسألوا الملاحدة واسألوا المتشككين. لو كانت الطبيعة تصنع فإن هناك قاعدتين لا يتخلفان. ما بالطبيعة لا يختلف وما بالطبيعة لا يتخلف. ما بالطبيعة لا يختلف بمعنى أنك إذا أدخلت مصنعا من مصانع المياه الغازية وجعلت الماء أصفر اللون فإنه لا تخرج زجاجة سوداء اللون، لأن المصنع لا يسير بإرادته هو، إنما يسير سيرا ميكانيكيا. فلو كانت الطبيعة هي التي تخلق فإلا ما بالطبيعة لا يختلف ولا يتخلف. واسمع معي قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.